احذر، فهذا مكان يدخل ضمن استهداف قناص ما مختبئ في تلك الجهة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع من حي الجحملية في مدينة تعز. لكن يبدو أن هذا التحذير لا يمنع هؤلاء من الحياة، ولا يمنعهم أيضا من اللعب والاستمتاع، فأطفال مدينة كتعز لا يتركون حقهم في اللعب تحت أي ظرف كان أو سيكون. أهل المدينة يقولون إن أي نقطة في مناطقهم هي فعليا هدف لرصاص قناص ومرمى لقذائف ميليشيا الحوثي والمخلوع، وهو ما يجعلهم يتوقعون الموت بأية لحظة. بالرغم من هذا مستمرون في حياتهم بنسقها المعتاد، لا تخلو الشوارع من المارة حتى الأطفال منهم، وإن كانت كثير من المنازل الواقعة على الأطراف تحكي بشكل واضح ما نالته من حظ وافر من قذائف سقطت عليها وحولتها لأطلال، فهي أماكن قابعة تحت خط النار. وبالتأكيد حتى هذه الأماكن غير الصالحة للعيش تصبح ملجأ لأبناء تعز، فالكثير منهم لا يستطيعون النزوح بسبب الحصار، ما يجعلهم مضطرين للبقاء. ومن تبعات السكن هنا التعود على أصوات الرصاص والقذائف في انتظار نصر لا يبدو قريبا حتى الآن.